بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في مصر الوطن العربي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرأي الآخر. في مستهل الحديث ببالغ من الحزن والأسى ينعى المستشار محمد عبد النبي عمارة المرشح لمجلس نواب 2020 المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج في وفاة شقيقة سيادته الحاجة عنايات أحمد علي خالص التعازي للأسرة الكريمة. كما يتقدم الأستاذ مالك أحمد بداري مدير عام العلاقات الخارجية لبرنامج الرأي الآخر في كل من واساه وقدم له العزاء في وفاة كل من الحاج حمادة مصطفى عزب بداري، اللواء عصام خشبة ابن آلة خشبة بصملوط، وفقيد شباب آلة بداري السيد أحمد بدوي. حلقة اليوم هتكون عن البرلمان القادم 2020 بين الواقع والمأمول. بس عايز يعني قبل ما اخش وارحب بضيف الكريم عايز اخش على قرار اصدره الفريق جلال هريدي. اصدر الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن قرارا بتعيين الدكتور احمد رضوان مساعدا لرئيس الحزب، ويشغل رضوان منصب الرئيس التنفيذي لمجموعه شركات ماك اوبتيك للاستثمار ورئيس اتحاد الاكاديميين والمثقفين الدولي بمصر والمندوب الدائم بجامعه الدول العربيه، كما يشغل ايضا الرئيس الاقليمي لافريقيا لمنتدى التوعيه بازمات الشباب وعضو الغرفه التجاريه العربيه تشيكي رئيس التحالف المصري الفنلندي لتطوير التعليم والسفير الشرفي لمنظمه التنميه المصريه الكوريه والمرشح السابق وزيرا للصناعه في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي الكريم الدكتور احمد رضوان مساعد رئيس حزب حماة وطن. اهلا وسهلا فندم. اهلا بك. الاول بس اعزي استاذ مالك بداري على حالة الوفاة ونرجو المغفرة للفقيد ويتغمد الله برحمته ومغفرته. طيب ناخد مداخله تليفونيه الاستاذ اشرف بدال المحامي. اتفضل استاذ اشرف. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك استاذ اسعد، عامل ايه اخبارك؟ الله يخليك استاذ اشرف. الله يبارك فيك استاذ اسعد. اخبار الدكتور احمد رضوان سلمنا عليه كتير. اهلا بك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور. انا بالنيابه عن عائله آل بداري وبالنيابه عن قريه الدوق الغربيه وبالنيابه عن محافظه سوهاج مركز المنشاه اتقدم بخالص الشكر لاسره قناه صحه والجمال، كما اتقدم بخالص الشكر لاسره برنامج الراي الاخر والاستاذ اسعد بالخصوص. الله يخليك. كما اشكر الدكتور احمد رضوان، كما نشكر الحاج مالك بداري منسق العلاقات العامه لبرنامج الراي الاخر على ما قدمتموه لنا من العزاء فقيدنا الاستاذ السيد احمد بداري والحج حماده مصطفى عزب بداري واللواء عصام خشبه. تمام. ونتقدم لكم بخالص الشكر على اهتمامكم وتقديمكم العزاء وبرقيات العزاء، وشكرا للاستاذ اسعد والحج مالك بداري. الف شكر لك. نشكر الاستاذ اشرف بداري المداخله. أعود إلى ضيف الكريم. طيب ناخد فاصل طيب لعرض السيرة الذاتية للدكتور أحمد رضوان. اول سؤال اطرحه على الدكتور احمد رضوان مساعد رئيس حزب حماة وطن، طبعا شهدت مصر طبعا في الفتره السابقه طبعا الاستحقاق الانتخابي مجلس الشيوخ، اهم تقييمك لعمليه الحراك الديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ. اتفضل يا دكتور.
والله انا شايف ان ده كان استحقاق مهم ان هو يتم في ميعاده، لان ده الاستحقاق الدستوري الاهم في فتره صعبه كانت بيمر بيها مصر والعالم كله من جائحه كورونا، كمان المشاكل الاقليميه اللي كانت بتحيط بمصر متربصين بيها. تم الاستحقاق بنجاح انا شايف، من حيث تجارب الناس مع الانتخابات، نزول فئات الشعب من الشباب من المرأة من كبار السن للانتخابات، وعي الشعب ظهر فيها. كمان أدينا الاستحقاق بشفافية بنسبة مفيدة جدا، حتى اللي كانوا بيقولوا في القنوات التانية أو حتى من النخبة السياسية إن الانتخابات دي انتخابات شكلية وهيقطعوها ومش هينزلوا، أثبتنا عكس ذلك تماما. قدرنا نعمل انتخابات في وقت أمريكا ورئيس أمريكا بيطلب تأجيل الانتخابات فيه، وإحنا قادرين نعمل انتخاباتنا، فظهر قوة مصر السياسية وثباتها وعدم تأثرها بالمشاكل اللي براها. طبعا مجلس الشيوخ الغرفة التانية للتشريع، وهي الغرفة الأهم اللي هتشيل من على مجلس النواب مشكلة التشريع اللي عانى منها في خلال 5 سنين اللي فاتت، واللي النواب أجهدوا في ده وهو ما كانش دورهم. هيجي دور مجلس الشيوخ في التشريع ومراجعة الاتفاقات الخارجية وتأكيدها وعرضها سواء على رئيس الجمهورية أو مجلس النواب لإقرارها، وده دور مهم جدا في الحياة السياسية هيقوم بيه. كل العالم فيه غرفتين للحياة النيابية سواء بمسميات النواب أو الشيوخ، وده المفروض كان يبقى موجود في مصر. مجلس الشيوخ كان موجود من سنة 79 بقرار من السيد الرئيس محمد أنور السادات، وكانت مهمته برضو التشريع، وده هيكون أفيد للمواطن سواء في القوانين الاقتصادية سواء في القرارات السياسية أو الاتفاقات اللي هتتم، لأن هيبقى موجود مجموعة من الخبراء، وده خصوصا إن الرئاسة أو الرئيس له حق ترشيح 100 شخصية بنسبة كبيرة جدا هيكونوا من الكفاءات والخبرات اللي احنا محتاجينها في سن القوانين، ورأيهم وإبداء رأيهم في القوانين اللي بتعرض عليهم أو الاتفاقات كمان اللي بتعرض عليهم المهمة الدولية، وده هيسري الحياة النيابية وهيسري الحياة السياسية في مصر. أضيف أيضا بس إضافة في اختصاص مجلس الشيوخ مع الدكتور أحمد رضوان، برضو إصدار القوانين المكملة طبعا بعد موافقة رئيس الجمهورية وعرضها على مجلس النواب والتعديلات الدستورية والتعديلات لو الدستورية. طيب عايز أسأل برضو سؤال لحضرتك، طبعا احنا بنشوف طبعا المرأة طبعا تقلدت في مناصب كثيرة، شفناها أكتر من نائبات في مجلس النواب، تغير شكل الحياة السياسية للمرأة منذ قدوم طبعا عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عايز بس وجهة نظر حضرتك في كيفية تمكين الشباب والمرأة من خلال حزب حماة وطن الذي تشغل فيه منصب مساعدة لرئيس الحزب. تفضل يا دكتور. ثم مبدئيا انا شايف ان الفترة اللي فاتت المرأة اخذت معظم حقوقها من وجودها كسفيرة كوزيرة حتى مرشحة في الأمم المتحدة بوظيفة مرموقة. الريس دايما في كلماته بيشيد بجهد المرأة، وصراحة كمان حتى في التمثيل النيابي أخدوا حقهم كامل، وأنا شايف إن هم كمان جزء فعال في الحياة السياسية من حيث آراء النائبات اللي موجودين أو الوزراء الوزيرات اللي موجودين في الحكومة، وجهدهم ملموس من الجميع. الشباب في حالة تمكين الشباب من الدولة في مختلف المجالات، وخصوصا مع تعيين الخريجين من أكاديمية القيادة كنواب أو معاونين للمحافظين، ظهور عدد من الشباب في مجلس النواب، واحنا كحزب حماة وطن عندنا النائب أحمد زيدان نائب شاب في شبرا، مجهود جبار جدا، النائب شغال على الأرض كويس جدا. عندنا النائب محمود القط في مجلس الشيوخ من الشباب ومن التنسيقية، عضو التنسيقية وتنسيقية الأحزاب، وعامل شغل كويس ومن الشباب اللي عنده فكر وبتطلع.
انا شخصيا من الشباب وفي منصب مساعد رئيس حزب، ودي وجهة الحزب وتطلعه وسياسته في الايام اللي جاية، تمكين الشباب سواء في القيادة في الحزب او الاماكن القيادية في الحزب او الكوادر الحزبية، وكذلك في الكوادر النيابية او القيادية. وكمان بنعمل تأهيل للشباب من خلال الأكاديمية في الحزب، ان احنا نجهزهم ان يكونوا موجودين في المناصب الأساسية في الدولة لمساعدة الدولة في كمحافظين او نواب محافظين او مساعدين، وده بيتم على الأرض دلوقتي. طيب طبعا احنا عرضنا طبعا قبل الفاصل طبعا السيرة الذاتية لحضرتك، شفنا طبعا مناصب قيادية كبيرة اخرها ترشيحك كوزير للصناعة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. اللي انا بس عايز اسأله لحضرتك الدور المجتمعي والدور الميداني اللي بيقوم بيه الدكتور احمد رضوان داخل المجتمع المصري او خارج المجتمع المصري. بص، انا مبدئيا اشتغلت في البيزنس من خلال رئاستي لمجموعه شركات ماك اوبتيك، واحنا بنشتغل عموما المجموعه مجموعه استثماريه بتشتغل في مجالات مختلفه من الاستثمار، سواء مجال الاستثمار في البترول او الطاقه او مجالات الصناعات الثقيله زي الاسمنت او صناعه السكر. فده المجال الاستثماري اللي احنا موجودين فيه. عندنا كشركة جانب اجتماعي بنقوم بيه ان احنا بنساعد بعض الاسر، بنعمل خدمات توعية، خدمات للمرأة، خدمات بمشاريع صغيرة تساعد المرأة وخصوصا في صعيد مصر. ودي الخدمة المجتمعية اللي احنا بنقوم بيها. احنا صحيح كشركة مقلين في الاعلان عن الجانب دوت، لان احنا شايفين دي مسؤوليتنا المجتمعية تجاه المجتمع المصري، لكن احنا بنقوم ده على الارض كويس قوي. طبعا سواء المناصب في الافريقية او الاممية زي الامم المتحدة، ملف حقوق الانسان هو من الملفات المهمة جدا اللي انا بتابعه عن كثب من خلال البوزيشن التابع للامم المتحده كرئيس المفوضيه الدبلوماسيه لحقوق الانسان. وشايف ان مصر تقدمت في الملف ده تقدم ملموس بعيد عن اي البيانات اللي بتظهر من بعض المؤسسات اللي انا شايف ان هي بتكيل بمكيالين، لكن الواضح على الارض ان في تقدم ملموس في مجال حقوق الانسان في مصر. كمان بالنسبة للشباب أو بصفتي رئيس لمنتدى الرئيس الإقليمي الأفريقي لمنتدى التوعية بأزمات الشباب، أنا شايف إن الحكومة المصرية وبالأخص السيد الرئيس مهتم بالشباب، ومش بسبب الشباب المصري بس، بالعكس ده بالشباب الأفريقي خلال المؤتمرات والمنتديات اللي اتعملت في السنين الأخيرة والشبه دورية اللي بتحصل واللي بيحضرها الرئيس بنفسه، ده تكريم كبير جدا. الشباب الأفريقي بيبقى مبسوط جدا بدوت لأنه بيلاقي مجال في نماذج محاكاة كبيرة في برنامج لإعداد القادة الأفارقة، وده موجود وده بيساعد الشباب كتير قوي على المشاركة في الحياة السياسية، لأن أفريقيا محتاجة الشباب في الفترة اللي جاية. طيب الآونة الأخيرة طبعا يعني ظهر في الشارع المصري طبعا حالة طبعا من إساءة الشعب المصري. شفنا قانون التصالح، تمام، شفنا طبعا آخر التشريعات اللي صدرت فيه من مجلس النواب، شفنا تقسيم الدوائر الانتخابية في مجلس النواب وكيفية تمثيل النواب والدوائر الجديدة وكيف اختار النائب المرشح الصحيح والممثل له الصحيح. أهم النقاط التي يمكن من خلالها أن ترصدها لنا باعتبار من موقعك من حزب حماة الوطن في تعليقك وكيفية المساندة مساندة الحزب من قانون التصالح وتقسيم الدوائر الانتخابية. أنا شايف إن قانون التصالح هو قانون تأخر كثيرا، لكن الرئاسة المصرية أو الحكومة المصرية عندها من الشجاعة إنها تتخذ القرار دوت. أولا كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في البنى العشوائي اللي بدون ضوابط، وده كان بيأثر في حاجات كتيرة جدا، بيأثر في حياة المواطن، بيأثر كمان في الخدمات المقدمة للمواطن من خلال الصرف، من خلال مياه الشرب، من خلال الخدمات الأساسية، لأنه بيضغط على الشبكات من ناحية زيادة العدد السكاني في الوحدة السكنية أو سواء برج أو خلافه. شايف إن القانون بيرسي قواعد وبيقيم دولة القانون، وده كان لازم يبقى موجود.
المسؤوليه مشتركه في الخطا ما بين المقاول وكمان الناس اللي دول التصريح، ودي اللي الدوله ابتدت تاخد فيه خطوات جريئه. الناس ممكن يكون عندها قلق من قانون التصالح بالنسبه للغرامات والازالات، لكن ما ينفعش غير ان ده يتم، لانه في الاخر في مصلحه المواطن اكتر من هو مصلحه الدوله، لان حياه المواطن كنا بنشوف انهيارات لمباني مفاجاه لان الاساس غريب، الترخيص 5 ادوار بيطلع 15 دور، وده مش موجود في اي دوله في العالم. فانا شايف لا، القانون جه في وقته، وشايف ان كمان التنفيذ وسرعته مهمه جدا. طيب استاذ الدكتور احمد رضوان، مداخله تليفونيه، النائب ابو العباس فرحات التركي، عضو مجلس النواب بالاسكندريه. اتفضل يا معالي النائب. ازي حضرتك يا استاذ اسعد؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا تحياتي يا معالي لكل النائب. الساده المشاهدين. معالي النائب، احنا معانا في الاستوديو النهارده الدكتور احمد رضوان، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، وبنتكلم عن الحياه النيابيه في مصر والبرلمان القادم 2020 بين الواقع والمأمول. تعليقك على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الإسكندرية وشكل الحياة النيابية القادمة في مصر. انا بس قبل ما ارد على السؤال ده، انا كنت سامع وانا معاكم على التليفون ان انتوا بتتكلموا على قانون التصالح وعلى المخالفات وعلى قانون التصالح في المخالفات، تمام؟ ولا مش صحيح؟ صحيح يا فندم. وتقسيم الدوائر الانتخابية. تمام. انا بقى في النقطه الاولى، بس معلش انا حابب ليا تعليق، لان للاسف انا كنت مع الزميل وائل الابراشي من يومين على بنتكلم في قانون التصالح، وللاسف يعني ما تمش استكمال المكالمه، ووصلت الصوره الذهنيه لاهلنا بشكل مش غير لائق. فانا حابب بس اتكلم في النقطه دي، فرصه واحنا معاك على الهواء نوضح الصوره بصوره جيده وبشكل جيد للمشاهدين. يمكن احنا عندنا اعتراض اول على النقطه الاولى في قانون التصالح، وهي قيم التصالح. يمكن قيمه التصالح اللي تم تحديدها بلجان المحافظات دي هي اللي سببت المشكله وزرعت المشكله في القانون، في زرعت المشكله لدى المواطنين. احنا طبعا سبب قانون التصالح كان له هدفه ان احنا كنا هدفنا ان احنا نحمي الوحده اللي هي فيها المواطن الغلبان البسيط اللي راح سكن في وحده مخالفه في ظروف ما، كانت هي دي الظروف اللي كانت موجوده. ولكن احنا لما صدر القانون بالشكل ده، واللجان اللي عملت التقدير من المحافظات، اللجان دي اقدرت تقديرات عاليه جدا، دي اللي سببت المشاكل الكبيره اللي موجوده في القانون. واحنا كلنا انا والساده الزملاء عاملين طلبات احاطه في القانون، في القيم التقدير، وبنطالب بنطلب من خلالكم من خلال الهواء الساده المحافظين ان القانون التصالح عايزين يعني يحقق الهدف منه، يحقق الهدف منه ان احنا نحمي الناس الغلابه البسطاء اللي موجودين اللي هم هيشتروا وحدات للاسف كانت مخالفه، بس ده كان اللي موجود في التوقيت اللي هم اشتروا فيه. فرجاء من المحافظات بالكامل ومن الحكومه اعاده النظر في قيم التقدير اللي موجوده من المخالفات، لان طبعا ما ينفعش النهارده الاقي نفسي في منطقه عشوائيه فيها ناس صرفيه ناس غلابه ومتقدر عليهم المتر ب 400 وب 500 وب 300، يعني هيدفع ثمن الشقه ثاني، ثمن ارضه هيدفعه مرتين نتيجه للقيمه اللي اتحددت من قانون التصالح. الهدف من قانون التصالح هدف يعني هدف حميد، لكن التطبيق سيء. كمان النقطة الثانية كمان ان احنا النهارده في عندنا مناطق عشوائية ما كانش فيها لا تراخيص ولا كان فيها احوزة عمرانية، كان فيها احوزة عمرانية لكن ما فيهاش تخطيط. فرجاء يعني المناطق العشوائية والريفية والناس الغلابة اللي موجودين في المناطق دي، يعني يكون في اعفاء من تطبيق القانون بالنسبة لهم، او على الاقل يتقدروا التقدير المناسب لهم، لان احنا بدأنا في القانون بقيمة التقدير من 50 جنيه. ما ينفعش ان انا ابدأ من 50 جنيه وانا بحطه في القانون والاقي نفسي في المناطق العشوائية والريفية والناس الغلابة متقدرين ب 300 و400 و500، يبقى كده احنا عملنا يعني حاله احتقان لدى المواطن. وطبعا يمكن الساده الزملاء الاعلاميين بعضهم للاسف يعني بيعرض وجهه النظر واخد منك نقطه معينه وبعد كده يقفل، يبقى احنا كده ما وصلتش رؤيه لاهلنا. احنا كده الهدف من قانون التصالح كان حمايه اهلنا اللي هم موجودين في الوحدات اللي اشتروا وحدات مخالفه
قيم التقدير اللي عملتها المحافظات عاليه جدا ومبالغ فيها، ولازم يبقى في حل في خلال الايام الجايه ان المحافظات فعلا في محافظات بدات انها تعمل اعاده تقدير. بنطلب ان في محافظه اسكندريه ان يتعمل اعاده تقدير لقيم التصالح، وده اللي هيخلي اللي هيخفف على المواطن واللي هيحل المشكله ويوصل الناس للرؤيه البسيطه. معلش انا طلعتكم بره السؤال اللي سالتونا فيه، لكن كانت كان مهم جدا ان احنا نرد على النقطه دي، لان انا يعني الموضوع اهلنا لازم توصلهم الصوره بالشكل الصح. احنا موجودين دفاعا عنهم، دفاعا عن حقوقهم، دفاعا عن ممتلكاتهم، وده اللي احنا بنشتغل عليه. الحاجه الثانيه طبعا اللي هي موضوع الحياه النيابيه وانتخابات مجلس النواب في خلال الايام الجايه على الابواب. احنا عندنا تم عمل اقرار قانون مجلس النواب. معايا يا استاذ اسعد؟ معاك يا فندم، معاك يا معالي النائب. احنا طبعا تم اقرار قانون مجلس النواب، النسب هتبقى 50% للفردي و 50% للقائم. طبعا القوائم هيبقى فيها عدد من السيدات، هيبقى حوالي 25% في المجلس حد ادنى، هيبقى في 25% غالبا دول هيبقوا من خلال القائمه، هيبقى بنسبه 50% من القائمه اللي هم في الاخر يودوا للمحصله النهائيه اللي هي 25%. عندنا في اسكندريه تم تقسيم الدوائر برضو، احنا يعني وقع علينا ظلم كبير في دائره الممتازه في قانون تقسيم الدوائر. احنا كان المفروض كان عندنا 7 نواب في الفردي، جميع الدوائر الانتخابيه تم الانتقاص من كل دايره عضو، اللي كانت 4 بقت 3، واللي كانت 3 بقت 2. طيب معالي النائب، معالي النائب طبعا انا بشكر حضرتك طبعا لضيق وقت الحلقه، اشكر طبعا سيادتك طبعا على التوضيح الهام في قانون التصالح وتقسيم الدوائر الانتخابيه في المنتزه، ونعد ان شاء الله حضرتك ان يعني تشرفنا طبعا في حلقه لشرح كل النقاط. اشكر النائب ابو العباس فرحات التركي عضو مجلس النواب بالاسكندريه عن دائره المنتزه. ارجع للدكتور احمد رضوان مره اخرى، عايز اسال بس حضرتك سؤال. طبعا في تصريحات كثيره للمسؤولين طبعا عن مدى الاهتمام بالصعيد، وشفنا المشروعات القوميه اللي قام بيها طبعا السيد محافظ سوهاج ومحافظين الصعيد، شفنا اهتمام السيد الرئيس بالمجتمع العمراني في صعيد مصر ومشروعاته التنمويه. كيف ترى الشكل الحضاري والعمراني والاقتصادي في صعيد مصر في الايام المقبله؟ انا شايف ان في اهتمام كبير قوي بالصعيد اليومين اللي فاتوا والسنوات اللي فاتوا كمان، من اول تولي الرئيس لرئاسه مصر، والحكومه اخذت خطوات مهمه سواء بضخ رقم كبير وانشاء رقم كبير للتنميه في الصعيد بلغ 15 مليار جنيه، وكمان انشاء هيئه مختصه لتنميه الصعيد. الخطوات تمت، في كمان المبادره بتاعت حياه كريمه اللي عملها الرئيس، المبادره الرئاسيه اللي بتهتم بالقرى الاكثر فقرا والاهتمام بيها كبير جدا. الإنارة، الصرف الصحي، المشروعات اللي موجودة هناك على الأرض كبيرة جدا، ما تمتش في عهود كبيرة كتير جدا، تمت في فترة زمنية قليلة. شبكة طرق ممتازة، وهي دي الشريان الأساسي للتنمية والاستثمار في كل دول العالم، ابتدى ده في الصعيد. التخطيط الجغرافي وقعدته لمدن الصعيد، من ضم الظهير الصحراوي للمحافظات وإنشاء مدن جديدة هناك وإنشاء مزارع جديدة زي اللي في المنيا، انشاء اكبر محطة طاقة شمسية في العالم في اسوان، دي حاجة مهمة جدا في الصعيد. انا شايف ان في توجه كبير جدا للصعيد وتنميته، وخطوات جريئة تمت السنين اللي فاتت في تنمية الصعيد. طيب طبعا انا شفت طبعا في الفترة الاخيرة في انتخابات مجلس الشيوخ كيفية انتقاء طبعا الأشخاص الذين طبعا ينضمون إلى حزب حماة الوطن. شفنا تجربة اللواء خالد الشاذلي في صعيد مصر، شفنا كوادر كثيرة سياسية ومرموقة في الدولة انضمت في الانتخابات السابقة لحزب حماة الوطن. أنا عايز بس أسأل بس حضرتك برضو سؤال تاني، يعني رؤية حضرتك المستقبلية باعتبار أن أنت مرشح برلماني في 2020. لسه مش مرشح.
لسه مش مرشح. يعني رؤيه حضرتك السياسيه ورؤيه حزب حماه الوطن في حيث خوض الانتخابات البرلمانيه 2020؟ والله الحزب هو من الاحزاب اصحاب المعادله على الارض في الحياه السياسيه. احنا عندنا 18 نائب في البرلمان، الحزب الرابع من حيث عدد النواب في البرلمان. عندنا من الاسامي الرنان الاعضاء المؤثرين في البرلمان اللي هم التوجه السياسي المساند للدوله وكمان المدافع عن حقوق المواطن. احنا ابتدينا بدري اعداد لمجلس النواب، عندنا بانشاء اكاديميه لتدريب النواب وانشاء كمان لجنه عليا للانتخابات بتختار المرشحين بعنايه جدا. حاطين ضوابط محدده وهي الكفاءه والتوجه السياسي والشخصيه القياديه والتواصل، القدره على التواصل مع المواطنين والتواصل مع الحكومه وادوات النائب السياسيه. بنركز على ده كويس جدا، بنختار بعنايه جدا النواب، بنهتم مش عايزين يبقى عندنا عدد نواب كبير جدا على قد ما يبقى عندنا عدد نواب مؤثرين في الحياه السياسيه. شغالين على ده طبعا. خلاص ابتدينا نخش في المرحلة النهائية من فتح باب الترشيح، لسه هنسمع امتى بشكل رسمي. بس احنا شايفين، انا شايف ان احنا جاهزين لدوت وبإذن الله تعالى نحقق رقم كويس في المعادلة. أعزائي المشاهدين ناخد فاصل، تابعونا عودة مرة أخرى بعد الفاصل. بس طبعا دايما برنامج الرأي الآخر طبعا دائما يسعى إلى أن يكرم ويمنح شهادات تقدير لكل رجال الدولة المميزين في المجتمع المصري. أسرة برنامج الرأي الآخر تمنح هذه الشهادة للسيد الدكتور أحمد رضوان مساعد رئيس حزب حماة الوطن، وذلك تقديرا لجهوده بالارتقاء بالحزب والمشاركة المجتمعية للشباب والمواطنين. تفضل يا دكتور. ميرسي يا حبيبي، شكرا. أيضا أسرة برنامج الرأي الآخر تمنح أيضا شهادة شكر وتقدير. يسر أسرة برنامج الرأي الآخر بمنح هذه الشهادة للسيدة الدكتورة منى حسيني رئيس مجلس إدارة وكالة روتانا نيوز، وذلك تقديرا لدورها المجتمعي والصحفي البارز والفعال لها بوكالة روتانا نيوز. أرجع للدكتور أحمد رضوان بعد المناقشة الساخنة قبل الفاصل. دور الإعلام، دور الإعلام في كيفية توضيح الحياة النيابية في مصر والمشاكل الاجتماعية، ليس الدور الإيجابي وليس الإعلام السلبي، اللي فيه إعلام سلبي طبعا بيرصد سلبيات طبعا، وده طبعا بعيد عن التلفزيون المصري. تعليقك يا دكتور. بص أنا شايف إن في حراك في الإعلام، من في عدد من القنوات الخاصة ظهر في السنوات الأخيرة عامل حراك في الحياة الإعلامية. كمان القنوات التلفزيون بعد التطوير اللي حصل الأخير وانضمام بعض المذيعين والبرامج بشكل جديد غير شكل التلفزيون المصري. المشاكل بتوصل للمواطن والمواطن بقى بيعرف ايه اللي بيحصل وبيسمع معلومة مؤكدة من الإعلام المصري، فبيقدر يوصل للحقيقة. وكمان بقى موجود رد بصورة أو بأخرى على التشكيك أو الأكاذيب اللي بتذاع على بعض القنوات الأخرى اللي بتروج أكاذيب كتيرة جدا، الشائعات اللي بتطلع من حين للآخر عن قرارات الحكومة وبتنفيها بشكل مباشر على القنوات سواء الخاصة أو المملوكة للدولة، يعني التلفزيون المصري في تطور كبير. مش هو التطور ده اللي يناسب قيمة مصر طبعا، لان احنا محتاجين شبكة قوية من القنوات تضاهي القنوات العالمية من حيث التغطية للفعاليات او الاحداث العالمية، تخاطب مصر والخارج كل بلغته. محتاجين ده يكون موجود، بس احنا ابتدينا الخطوات جدية سواء من تجارب خاصة أو رجال أعمال أنشأوا قنوات أو كمان من التلفزيون المصري من خلال مجموعة قنوات النيل. محتاجين نطور أكتر وكويس، يعني شغالين كويس. طيب
طبعا الدكتور احمد رضوان طبعا شخصيه طبعا سياسيه، شخصيه تنفيذيه، شخصيه اقتصاديه، حتى طبعا لا يفوتنا الخبر. طبعا شفنا طبعا امس واول امس انسحاب طبعا القوات التركيه طبعا من ليبيا، وده كان طبعا من المبادره طبعا اللي عملها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولما وجه خطاب طبعا لكل دول العالم وقال مصر خط احمر. كيف ترى المشهد السياسي في الازمه الليبيه من حيث التصور المصري لها؟ انا شايف ان موقف مصر كان موقف واضح، هو موقف مساند للشقيقه ليبيا على كل الاصعده دبلوماسيا وسياسيا. الرئيس استضاف قبل ما توصل الاوضاع لهنا، استضاف ممثلين من حكومه الوفاق على راسهم رئيس الحكومه، استضاف رئيس او قائد الجيش اللي هو خليفه حفتر، وكمان رئيس البرلمان الليبي المنتخب، استضافهم وحصل عدد من الجولات. لما ساءت الاوضاع وتدخلت اطراف تانية عشان تغيير الواقع على الارض، ابتدى دور مصر يظهر بقوه، وهي مسانده الشعب الليبي والقبائل اللي كانت طلبت مساعده مصر في الحفاظ على امن ووحده ليبيا. كان خطاب الرئيس حاسم وموجه ان في خطوط واضحه، المبادره كانت واضحه جدا اللي اعلنها الرئيس، ان كمان وجه كلام يعني تصريح واضح جدا ان في خط احمر هو سيره الجفره، فبالتالي مصر حامد ده، واخدنا كل الاجراءات الدستوريه المنصوص عليها من موافقه البرلمان، وابتدينا نعمل كل الاجراءات بتاعتنا. على الجانب الاخر مصالحنا من الغاز في شرق المتوسط ومع حلفائنا زي اليونان وقبرص كنا بنحميها بكامل قوتنا البحرية اللي ظهرت كفاءتها وتنوع المعدات فيها والتطوير الكبير اللي حصل في السلاح البحرية المصري. كل ده أدى للنتيجة اللي احنا شايفينها النهاردة، ان التراجع التدخل التركي وإعلان حكومة الوفاق وقف إطلاق النار والجلوس على مائدة المفاوضات، وكذلك إعلان رئيس مجلس النواب الليبي إن هو موافق على وقف إطلاق النار، وإن جاهز لإن هم يقعدوا يعملوا خريطة طريق للأزمة الليبية. طبعا ده نجاح دبلوماسي وسياسي كبير للقيادة المصرية، ودور مصر من زمان في كل مع الشقيقات العرب واضح، وده نتيجة لإرث متداول من مساندة الدول العربية، وبصراحة حكمة وقدرة على قيادة الموقف من الرئيس السيسي. طيب أخد أستاذ الدكتور أحمد رضوان، أخد مداخلة الإعلامي الصديق والزميل أحمد عبادة، تفضل الزحمة. السلام عليكم يا أستاذ أسعد. السلام ورحمة الله وبركاته. اولا انا برحب بضيفك الكريم الاستاذ احمد رضوان، مساعد طبعا حزب حمايه وطن للشخصيات المؤثره والفعاله، واللي يمكن النهارده حمايه وطن ترك بصمه كبيره جدا في الاستحقاق الانتخاب الاول لمجلس الشيوخ، واللي احنا كنا فخورين بدوره طبعا الفعال والحيوي، واثبت ان هو حزب قوي وله تاثير في الشارع. طبعا يمكن من ضمن الامور اللي انا طبعا النهارده حابب اتكلم فيها مع حضراتكم، ان مصر استطاعت ان هي تقدم نموذج فريق في هندسه الامور الخارجيه، يعني النهارده عندنا وزير خارجيه، عندنا قياده سياسيه، عندنا شخصيات مؤثره في المجتمع الخارجي، واللي خلى مصر النهارده تحط ايديها على مواطن القوه ولها تاثير زي ما حضراتكم شايفين طبعا واتكلمتوا دلوقتي في موضوع ليبيا والمشكله الخاصه طبعا بالتدخل الساخر للحكومه التركيه واردوغان، وطبعا الاتفاق اللي تم مؤخرا في ليبيا وقف طبعا النار اللي تم طبعا، والاتفاقات اللي احنا بنشوفها النهارده اللي اندلت فانما تدل على قوه الموقف المصري سواء كان في ليبيا او في المحيط بينا. يمكن احنا طبعا بيحطنا كثير من المشكلات اللي الجيش المصري والقياده المصريه
بتقول العالم كله احنا عندنا حدود من جميع الاتجاهات في بؤرة اهتمام الآخرين، ولكن نحن نقف بقوة ونحن نقف صد لتلك المؤامرات سواء كانت من الشرق أو من الجنوب أو من الحدود الغربية. النهاردة احنا فعلا بدينا نحط ايدينا على مواطن قوة الشعب المصري والحكومة المصرية والقيادة المصرية، وده اللي احنا بنشوفه حتى في التصريحات الخارجية، بجانب طبعا النمو الاقتصادي، وان احنا كمان بنعمل استحقاقات انتخابية لمجلس الشيوخ اللي النهاردة كانت تعتبر حاجة نزيهة، حاجة مشرفة، حاجة بتدل على ان احنا عندنا تماسك داخلي وعندنا قوة خارجية، عندنا اهتمام بكل نقطة في بقاع مصر. يمكن الأنشطة كمان النهاردة مصر بتقدمها في المجال طبعا التنموي، سواء كنا بنعمل قوانين، سواء كنا بنعمل انتخابات، سواء كنا بنعمل طرق على أحدث مستوى عالمي، سواء كنا كمان النهاردة بنعيد خريطة البناء في مصر وقانون التصالح النهاردة، اللي هو المواطن المصري يمكن مش فاهمه كويس، والمواطن المصري النهاردة حاسس ان فيه طبعا تقديرات جزافية، ولكن القيادة السياسية تريد لمصر ان تنشئ مصر حديثة قوية بناءة مؤثرة على التراث العالمي، على التراث الذي يليق بمصر ومكانة مصر وتاريخ مصر وحضارة مصر. ده اللي احنا شايفينه النهاردة من خلال تحركاتنا في كل الاتجاهات. كمان من ضمن الحاجات المؤثرة جدا والفعالة جدا واللي احنا كنا بنقولها، ان احنا طبعا موضوع سد النهضة النهاردة شايفين القيادة السياسية بتعمل عملية تبطين للترع والمسارف، وده عشان يقلل من استهلاكنا للمياه التي تتسرب من خلال طبعا الترع والمسارف، وده اللي يعتبر نموذج فريد وحاجة مؤثرة بالنسبة حتى لرؤية العين، عندما نرى تلك الترع والمسارف والمصارف بصورة جمالية، بصورة تحافظ على نقطة المياه، بصورة تضع مصر على خريطة الجمال الطبيعي والإنساني والاجتماعي والمؤثر في كل المحركات. أنا برى أن القيادة السياسية عندنا تتحرك بجد لخدمة المواطن المصري، وأنا طبعا يمكن مش عارف أقول أكثر من كده طبعا، لأن حضرتك معاك قامة حزبية. طيب يا أستاذ أحمد، طبعا نظرا طبعا لضيق الوقت في البرنامج، يعني ان شاء الله يعني اتمنى ان انت تكون ضيف معايا، اعلامي متميز واعلامي مرموق. اشكر الاعلامي احمد عباده على المداخله الجميله اللي عملها لنا. اشكرك يا فندم، وتحياتي للضيوف اللي عندك، وان شاء الله دايما موفق، لان انت بتعبر عن نبض الشارع في صعيد مصر، وبتختار قضايا مهمه جدا، وضيوفك من الناس اللي هي ليها ثقل في المجتمع المصري. انا بحييك فعلا، ان شاء الله برنامج راي الاخر يكون من اهم البرامج اللي موجوده في مصر ان شاء الله. اشكر الاعلامي احمد عباده، بس عايز قبل ما انهي الحلقه في استغاثه كان لازم اقولها. استغاثه الى السيد رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي، استغاثه الى دوله رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي باعاده النظر في قرار الفريق كامل وزير بخصوص قطارات الصعيد وعدم مرورها الى رمسيس. نرجو النظر من القيادة السياسية والحكيمة في تلك الأمر، لأن هذا الأمر طبعا سوف يحمل طبعا أعباء على كاهل وعاتق أبناء الصعيد، ونحن دولة داخل الدولة والكل يعلم ذلك. في نهاية الحلقة أشكر الدكتور أحمد رضوان مساعد رئيس حزب حماة وطن والمرشح السابق للصناعة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. لكن قبل ما اطلع يعني في النهاية، احب ان انا اخد كلمات اخيرة من الدكتور احمد رضوان. انا بشكرك على استضافتي النهاردة، ويا رب اكون وضحت وجهة نظر الحزب ووجهة نظري الشخصية في بعض الموضوعات المهمة، ويكون اللقاء مفيد للجمهور، وانا مبسوط ان انا كنت موجود معك، وشكرا. ميرسي. طيب عايز بس احنا بس فاضل لنا وقت بسيط، فعايز بس يعني رساله موجهه في حث المواطنين والشعب المصري في النزول للانتخابات في جوله الاعاده ومجلس النواب القادم. الشعب يعني هو ده دوره، ان ينزل يختار نوابه اللي هيمثلوه، النواب القادرين على تمثيله وعندهم القدرة على صياغة القوانين اللي هتخدمه. صوتهم هو اللي هيجيب النائب اللي هيكون موجود عشان خدمتهم، فبالتالي صوتهم أمانة ومشاركتهم ده واجب وطني.
عشان نقدر تكون في حياة سياسية كريمة للمواطن وتخدم كمان الوطن. فصوتهم مهم جدا في الأيام اللي جاية دي، وطبعا يا ريت نشوف إقبال قوي من المواطنين على صناديق الاقتراع في جولات الإعادة سواء في الخارج أو سواء في الداخل. طيب في نهاية الحلقة أشكر طبعا الأستاذ مالك بداري، طبعا منسق عام العلاقات الخارجية للبرنامج، إن هو أتاح لنا الكلمة طبعا مع الدكتور أحمد رضوان. أشكر طبعا كل فريق الإعداد أسرة برنامج الرأي الآخر، أشكر كل فريق الإعداد لقناة الصحة والجمال. شكرا وسلام الله عليكم، وإلى لقاء آخر في برنامج الرأي الآخر.